حرج وارسلك يلي مفارق خلك بديرتك بعد وجفا بديرتي أحسن لك بديرتي بترتاحي يا ابو العيون ملاحي بديرتي بترتاحي يا ابو العيون ملاحي قبلي شرب وراحي من شوفتي امسن لك وداعا يا حبيبتي إلى اللقاء يا سنبقنا شاقا ما تطول عنك غيبتي ولا شاقا محوالي ما تفارقك يا زين إلى اللقاء يا سنبقنا ولا شاقا لك 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 على هالشغلي الخير بمثل ما تركته أنا قلت برجع بلاقي ناطحات السحاب على مد عينك والنظر لك وينها وينها شو هي ناطحات السحاب اللي عم تناطح السحاب مش شايف شي يا خي أنا قلت مش رح أعرف وين بيتنا بس بتشارت إني رح أعرف وين بيتنا من غير ما حدا يدلني مش متغير شي بهالخربة هي يا رجل تفضل مش مية ميتين يا خي تفضل خلوهم مشان شو ما اللي احنا تحسبنا مشان ترد علي يا خي صلي من اول الطريق وانا بحكي لحالي ليكون الدكاترة مانعينك عن الحكي يعني لا والله يا خي بس يعني على شو بدك يعني احكي حي الله شغلي لك خي ابتعرفش تحكي قول على دلعونة أبتعرفش دلعونة أقول ها 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 لك احكي أي شيء يا خي لك هز براسك لحظة 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 وقف عندك وقف عندك بعرفه له الشاب بعرفه بدي انزل سلم عليه لحظة لا هدي 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 ولو مرحبا أهلا وسهلا محمود ولا أني غلطان ها محمود خي وقعكور محمود بقعكور راعي العجال محمود يا زلمة مثل ما تركتك ما تغير فيك شيء لا محمود بي الله يرحمه لا لا تقوله لا تقوله محمود مات محمود مات من زمان كثير بس بلا زغرة من حضرتك أني نصار بطاقين اللي بأمريكا ايه هلي بأمريكا بس ما قلتليش مين حضرتك بلا زغرة ما قلت لك هلي فياض ابن المحمود بقعقور الله يرحمه لك هلا هلا والله هلا يا حي الله هلا حي نبات هلا حي نبات حي نبات بس قلبي هورا شوي لما بموت الزلت بعد هلا حي الله حبايب هلا هلا شو
هذه حمراء جايبه لا صفاتي هي بسيك لشوف انا شوف هي لقيت مفاتيح بتعلق عليها مفاتيحك هي جايبه معي من امريكا ماني يا خي بحميش مفاتيح يعني شو بدي المفاتيح البقره بيشتغل من غير مفتاح مش غير هذه بقره معلم ولا اقرب بس هذه بدهاش مفتاح بدها داء طاعون اللي يفتك فيها فتك ما يخليهاش توقف عجريها لا هي ولا هو ولا يوفقها حط جيبتك بكره بدك تعلق عليها مفاتيح المزرعه بس انا فيش عندي مزرعه مزرعه شو يا زلم المزرعه اللي بدي افتحها انا وحطك شريك معي ولا ناوي تضرعي عجال يعني من هون وهيك رح تصير مدير مزرعه قعقور بطاقين وبدنا نغرق البلد بالالبان والاشبال يا حي الله بالالبان يا حي الله بالعلبان لك حي الله بيعت الحبايب هاي شاربك بيك غالي كتير علينا يا فيا الله يغليك يا رب يلا خاطرك أهلين 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 وسهلين الله يوفقك أهلا وسهلا إيه بعد يبري جاي لورا جاي لورا الخبري خلي الأستاذ العاصي الله يعافيك أهلا خلطك أهلا وسهلا أهلا وسهلا إسا بدي روح لحظة لحظة شوي الو عمي بو نمر مش راح تصدق مين اجى على البلد حزير نصار نصار ولوكم نصار عنا نحن لك هذا اللي بامريكا بو مدفع سبحان الله يا فيار قد ما غاب الواحد مرجوعه لبلد بس يا عمي ما هي وتقول مش عامل شيء يلا هلا معك يلا يلا 30 سنة قالوا بتطويت مشكل بأمريكا ومع ذلك تركها ورجع على الخرب يا توفيق يا أبو عاطف أبو عاطف يا توفيق أبو عاطف هيني قدامك عمي عم حفر باذنجان دير بالك لنصار من هذا؟ ولك نصار شو بنا ولو أبو مدفع شو نسيتو؟ لا نسيتوش شو بها هذا؟ هذا رجع من طوطريت مشكن اللي كان عايش فيها بأمريكا لا ولو نصار أبو مدفع رجع؟ لك ايه مؤسسة الفني فياض قال شافوا على الطريق يلا فوت فوت البوس خلينا نروح نعفشو قبل ما يعفشوا بيت بمالحة وشو بدنا نعمل فيه هذا تمنا نعفشوا بدي اعزموا على الغدا بديش بنايف يعزموا قبلي يلا فوت البوس اسا بحكي انا وياك على الطريق لاقيني خلينا نلحقوا حاضر سيدي اعتبر الامر نفذ نفذي ويني نفذي نعم يا بيي الله يرضى عليكي اجمعي النسوان وبلشوا بالغدا اسا انا بتلفن لفياض يجيب لكم ذبيحة يلا نشوف حاضر نفذ الامر اهلا وسهلا خيي شرفوا عنا كل شيء كيفك وكيف تشتغلكم يا زلمي اهلا وسهلا شكلك هلال بس مش معقول تكون هلال هلال بي يا ستر الله يا زلمي قليش انت ابنه يا خي طالما هلال بي فاني ابنه بس حضرتك مين بلا زغرة اني نصار نصار بطاقين معرفتنيش اهلا وسهلا عمي نصار يا هلا بعد 30 سنة جاي تقول لي معرفتنيش ولا هذول 30 سنة يلي ما كانش ولداني وما سافرت صار عنده ولاد بعدكم عند الكاكا انه ما كلبتوهاش سوبر ماركت السوبر ماركت بدها هالزكتاف من لنا السوبر ماركت سوك هاي علاقة مفاتيح شغل امريكا اي من ايمتى بنقنا مفاتيح ما طول عمرنا منرد الباب ومنروح امان يا خي امان وكي بتلزمك مشان تعلق علي مفاتيح السوبر ماركت يا عمي اي سوبر ماركت بكره راح جيب بلدوزر يقشلك الدكان من ارضه ونطالع محله سوبر ماركت كبير انا وياك شراكي محلات نقل بطاقين للمواد الغذائية والأدوات المنزلية يا حي الله يا حي الله أكيد من الشمريقك راح تفتح لك كزوزة حمراء ولا سوداء اللي بدك يا يلا شكرا
هاي طارت الفراغة. يا زلمة لا حظة ذبحت يا زلمة. كمالك 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 أبوك على أبو اللي اخترعك لحظة ذحظة يا زلمة. شو لك والله نصار ابو مدفع خبرية حلوة يا. لا 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 يا سيدي لازم اقوم بالواجب. معقول يا زلمة انت اول واحد معزوم؟ العزيمة بتزواج بلاك. طيب الله معك الله معك. نصار ابو مدفع شو برجعوا هذا بهذا العمر؟ شو بعمل لك يعني؟ بقعد لك حرس على صباطك عني؟ يلي بدرش باله أولاده بتاكلوا ياهن الضبعة شغل ساعته بلا هذب انتك إسا. مش معقول تكون صدفة كمان. راحت فادة الصباط الأساسي كنا يا ولد أبصر، راحت فادة الصباط الاحتياط كنا يا ولد أبصر، راحت الفادة الثالثي تبع الاحتياط. مش معقول تكون صدفة. شو قصدك يعني؟ أني عم خبي لك ياهن وبتمل عليهم؟ شو بدي بصباطك عني يا جوهر؟ يا عمي أنا مش عم بوجه أصابع الاتهام إلك، أنا عم بقول كأنه في حدا عم ينزل بهالليل وعم ياخذهم. طيب أنت ليش بتربطلوش لهالحرامي بهالليل وبتخلصنا؟ وأنا هيك عم فكر. جار! الله يجيرنا. جار ولا إيه؟ يا زلمة ساعة. خير عمي خير. نصار رجع. نصار بمدفع؟ ما غيره. يلا يلا لازم نروح نشوف وين ضايف حتى بيت بقعقور ما يسبقناش على الغني. بس يا عمي انا مضيع فرد الصباط شو بروح افيان يعني؟ استناني استناني عندي صباط عتيق. صغير صباطك على رجلي عمي. ولا دبر راسك فيه يا زلمة قصف له كعبه. تنساش تقول لعطرشان تروح لعد نزيها لازم يجهزوا المنسب بدنا نعزم العالم كله. يلا خلص عمي عم استناك يعني عم استناك. ليش عند نزيها مش عنا؟ طب شو بتفرق معك عنا ولا عند نزيها؟ فرقت كثير يا سندي. ما هي نزيها بتصير مثل العالم لما عمي بكلفها بشي. خلاص عاد تفضحيناش إسا ياقي مرقينا هالعزيمة على خير. بديش مرقها أنا إسا كرمال بي اللي خلفني مش مستعد يتحمل ولا كلمة مشان نزيها مش مشان نصار بمدفع. يعني عم تكسري لي كلمتي مش هيك؟ أني والله كرامتي أغلى عندي من أي شيء. أنا الحق علي اللي اشتريت ساتلايت شو بدي بالتلفزيون أني؟ خليكن على الأولى والثانية والتربوية تبرطعوا فيها. أنتو خاشكن ساتلايت أنتو؟ إيه؟ إسا شو دحش الساتلايت بالنص؟ أني عبدافع عن كرامتي الشخصية مش عن الساتلايت. ما أنتو مفتوطوش بكرامتكن إلا من وراء هالساتلايت. كيف لو ركبنا لك فيسبوك؟ شو بتعملي؟ والله لا تقلصينا غير الأولى والثانية تحلميش ها؟ إسا بفك هالإبرة السايبة وبخلص. يا شب أنا؟ مين حضرتك بلا صغرى؟ أنا سمعان بوقعقور حضرتك مين؟ لك هلا هلا بريحة الحبايب هلا لك هلا 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 والله هلا بريحة الحبايب هلا. شو عامل على ظهرك يا زلمة؟ كيس. بعرف كيس بس شوفي جوا الكيس أغراض أغراض. في ريحة مش منيحة يا أخي. ما هي مصلحتنا ريحتها مش منيحة. شو بدنا نساوي؟ ما الناس يعني لما بدك كوب شغلي بتنظفهاش. خي وين أصحاب البيت انتقلوا من هون؟ من زمان. وحضرتك بتعرف العنوان؟ انتقلوا عدار الحق. وبعيدة من هون؟ ياقي شو هذه نكتة؟ دار الآخرة الآخرة ارتحموا. ارتحموا؟
طول بالك يا زلمه تبكيناش. مين حضرتك؟ ما قلتليش. أني نصار بوتقيل. نصار بوتقيل؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. تعرفش حضرتك إنه نور تحمو؟ لا والله يا خي، كنت بعث رسائل وما حداش يرد. قطعت، قال جاي يعيشوني ملوكة، ارتحموا. يا زلمي لما سافر كان عمره 70 سنة، بدك ياهن يعني يخلدوا حتى حضرتك ترجع بالسلامة وتعيشوني ملوك؟ يا زلمي معك حق يا خيي، أني الزمن هون بالنسبة إلي وقف، ما حسبتش إنه الإنسان له عمر محدد. خيي بكيناش بكيناش، ما كنا على الطريق، كنا على الطريق لسا. أنت شو بتشتغل يا سمعان؟ قلت لي أني بشتغل أعمال حرة مثل ما عينك قاشع. أني مش قاشع يا خيي، أني شامم. شو يعني أعمال حرة؟ يعني إقزاز، ألامينو، نحاس، شحاطات بلاستيك، شو العالم تزيد؟ أني بحمل. سوك، هاي شغل أميركا، علق في مفاتيحك. مفاتيح؟ وشو بدي أعمل فيها؟ يعني مفتاح بيتي نسيت وين حطيته، ما الوالدي بتطلعش من البيت. فتيح المعمل يا خيي، فتيح المعمل، حطه بجيبتك، حطه. معمل؟ معمل شو؟ معمل طاقين بقعقور لتكرير القمامة، من عندي رأس المال ومن عندك إدارة القمامة، لأنه عندك خبرة بهالشغل. أمي؟ يكثر خيرك، يكثر خيرك، في عنا قمامي بتغطي المنطقة كلها. انت بس تدلي همتك وانا بقلب لك البلد جني هون. حاضر حاضر، فيش مشكلة، توكلنا على الله ونعم بالله. سلامي سلامي. صياح ابن عمك بعده هون ولا سافر؟ لا بالبلاد، وين بده سافر؟ ابن صفي معك علم؟ ابن صفي؟ كان هو كله على عشرات وهاني افتاح ايدك وعلى عصي. بعده زكي يا خي ولا تغير؟ يعني 17-18. إيش رايح لعنده؟ موفق. هلا. سلام سلام. أيوة. يا أيها الليل. أيوة الليل، وحفظنا هذه. استنى بي. يا ليل العشاقي والشعرائي عراسي سالكة. نصار بطاقين، فيش حدا بيقول لي محاربة غير نصار بطاقين. ليش في نصار عم بيت بطاقين؟ لك يا ابو هاني بأمريكا. قصدك بمدفع؟ لك بقصر لك لسانك، بديش اسمع هالكلمة من حلقي. لك يخرب بيتك، هو يهج من ورا هالكلمة. انا عم قلك لإلك، مش عم قله لإله وبسمعه. لا لا إلي ولا لا غيري. شو هذا يا اخ؟ خرب بيتك. لك الزلمة 30 سنة غايب، بدكم تقولوا له بمدفع؟ بصيرش يابا بصيرش، خلي الزلمة يتهنى له يومين ثلاثة ببلده وبين أهله وناسه. فهمنا بيي فهمنا، شو أني يعني قتلته؟ خلص ما عاد عيده. كتر خيرك، اعطيك 200 دولار بترد ولا بترد ببلاش؟ كفيت ووفيت، يلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، مع السلامه. لك ابو حرمه صياح نصار. هلا ابو حرمه. هلا. حي الله خي. اهلا وسهلا. هلا خي صياح. هلا على السلامه. الله يسلمك. يا حي يا حي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتقلك. لا والله ما تصيرش يا زلمه. خلاص شكرا. اهلا وسهلا. طمني يا خيي كيف صحتك؟ هي انا مثل الحصان يعني، بس انت يعني لا رسائل لا خبر لا شيء، شو بك يا خيي؟ كنت ابعث ما حداش يرد. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. مريت على بيت ما يعني لقيته مهبط. اه والله. اه والله، ما هو بعد ما ارتحموا الاهل اجى الثلج قويه، قام السطح هبط يعني، وصار كل سنه على سنه ينخي شوي. احنا بدي اقعد عندكم كم يوم لبينما شوف حل مشكلة بيتنا. اهلا وسهلا فيك خيي، البيت بيتك والمطرح مطرحك. اهلا وسهلا، شرفوا تفضلوا. تعالوا ادخلوا. اهلا وسهلا، تفضل تفضل. هلا يلا تفضلوا. اهلا وسهلا. في شو هاد ورقة؟ شو الحال بالبيت؟ لا بابا عم بيتابع الثورة، ماما عند خالتي. شو بدك يعني يكون لحالي؟ بالعكس اعوذ بالله، يعني بس اذا كنت لحالك مشان امشي، لانه بديش حدا يجيب سيرتك بكلمه. اللي بيفتح حلقه بكلمه واحده عليك بقرط له جوزته. انا كذب ملابسك شوي، ولو طارق قول بقتله، قول بضربه، ليك قول بقطع عليه.
بس مو بقرط له جوزته ولي، بس تخيل المنظر بيغط على قلبي. خلص ولا يهمك، ما بقرط له جوزته، بدعس من حالتي شو صار. سبحان مين اللي خلقك على هالتعبير؟ انت بتعرف الرحمة انت؟ لا انا فيش بقلبي رحمة، بس يكون الموضوع بخصك انا فاشستي. فاشستي؟ جديدة هي؟ لا والله جديدة، اسا بدي اسأله عنها لبيك. تفضل تعالي تفضل. بخي اللي بدعك ما احلاها طلع من حلقي. شو هي؟ تفضل، كل نسوى الخير بيقولوا تفضل الا انت تفضل. حلو ايه بلا مسخرة. وحياة الله مش عم مسخر، اعجاب هذا اعجاب. طيب بدك تفوت على الفيسبوك اليوم؟ ايه اذا مرقت من قدام مقهى انترنت بعلم لك. طيب بدون ما تعلم انا على طول بالنت. صباح الخير عمي. صباح الخير. خليك يلا خليك يلا. خليك مرتاح. تفضل عمي تفضل. كيف صحتك؟ طول عمرك. شفت الاخبار؟ لا والله يا عمي ما لحقتش، ماني يا دوب هيك فقت فطرت قرصت شعري وجيت مشان اخذ المفاتيح. ابيسواش عمي هيك ابيسواش، مش مؤتمر قمي هذا، اذا شفت ولا ما شفتوش بتفرقش. ثوره هذه عمي ثوره، خشم الامبرياليه تمرمغ بالوحي، تلبكت ما عادش عارف شو بدها تعمل. مره بتطالع بيان ان هي مع الثوره، ومره بتطالع بيان ان هي ضد الثوره. هي ضد الثوره انا بعرف، بس عم تحاول تلتف عليها، تمرخش علي حركاتها هاي الامبرياليه. بس ماني شو المشكله؟ المشكله اني صرت عم اشتغل ورديتين على السياره من يوم بلشت الثوره، ما انت قاعد هون وانا بطلع السياره، مش عم لحق برجع على البيت بحط راسي بيجيك نايم. قيس الراديو عمي بلا ما تسمع لي على السيديهات هالشك بالشك، الاذاعات كلياتها عم تغطي اخبار الثوره مش بس التلفزيون. عين خير عمي عين خير. المهم اسا كنت بدي اسالك سؤال. ما تسالنيش ولا سؤال، جمع كل اسئلتك مره وحدي واكتبهم على ورقه، وبس تنتصر الثوره بجاوبك عليهم كلهم مره وحدي. خذ مفاتيح السياره عمي وبوشك على الشغل، تلهنيش الله يرضى عليك. خاطرك. الحمد لله كثر خيرك. شو عم تقول يا زلمه؟ كثر الخير علينا وعليك، مشيك تقلك حط لي هالبلكون بحلقك. ولا بلكون كومبليت كومبليت يا خيي، لك ما عاد في محل تحط شاب ساعتين. وانا خيي على قلبك. انا شو عم اقول لحالي؟ نصار خلص صار امريكاني، ما حد سال عن حدا. انا يصير امريكاني ولو صياح؟ وكاني لولا هذيك الشغله اللي علقوا علي اولاد الحرام، ولا كنت افكر اطلع من البلد كله. بقلكش هالسفرة ما نفعتنيش؟ لا نفعتني، بس كل دقيقة بهالبلد ابتسوا مال الدنيا كلها. بعرف بعرف، بديش مني قلي. الله وكيلك يا صيح، أنا ما عملت الشي، مدري مين دفش الطرابيزة زيزق، قام واحد اطلع فيه، قاموا الكل فكروا انه أنا، ولو ما اطلع فيه ما حدش فكر في شي. خلصوا له، ما هي راحت هذيك الأيام 30 سنة من عمري راحوا قليلة، أهلي ماتوا من غير ما شوفه. لك إذا خنت أنت الثاني، الناس كانت قالت بوم أدفع يومين ثلاثة ونسيت. يا خي 4 سنين استنيت مش يوم ويومين، معش حدا قال غير بوم أدفع، وكل ما واحد شافك يضحك تقول فيلم كوميديا. يلا يا خي تنذكر ما تنعاد. يا خي لو أني عامل شي يلعن أبو البزعل. يعني أحيانا نفكر انه لو كان في تصوير لحتى عدلوا التصوير على البطيء، ولا يعرفوا انه الترابيزه اللي زيزقت طلع منها الصوت مش انا اللي طالعته من عندي. لك يلا يا خيي خلص ما راحت هالشغله، اسا تصويره وبطيء وغيره. يا خيي مدري مين دفشها باجره. طيب شو بدك منها لحتى تدفشها؟ ان قدرت دفشتها قول الصوت من الترابيزه مش من نصار. لك سكت تقول مالوش علاقه. خلصوا له خلصنا بقى، شو بك يا زلمي؟ اللي راح راح، ما عادش ينفع شيء اسا. 30 سنة لك صياح، 30 سنة دفعت من عمري، شو اللي راح راه يا زلمة؟ وقف وقف دقش الباب. خير بنا، نحن موصين على الزلمة قبلكم إذا سمحت. شو موصين موصين؟ كأنه يعني حزمتوا بالإذاعة؟ ما سمعناش هالشي، واللي عزيمة سرية ما تكونش حدا يعرف فيها يا أبو نمر. لا مش سرية، بدنا نعزم العالم بالإذاعة، بس مش نخبره قبل. نزلنا يعني نحن كمان بدنا نعزم بالاذاعه بس نخبره. بنيف الزلمه نازل عن صياح، يعني هو ضيف بيت مقعقول، بدناش نسرق ضيوف بعض اذا سمحت. شو مطوب باسمكم يا ابو نمر؟ اذا كان ضيفكم شو عم تستنوا؟ ليش ما عزمتوش لحد هسه؟ ما هسه لا عرفنا وينه. يا جماعه تختلفوش، خلص ناس بتعزموا على الغدا وناس بتعزموا على العشاء، بدهاش الشغل يعني. مليحة، نحن بنعزموا على الغدا. لا نحن بنعزموا على الغدا وانتوا على العشاء اذا سمحت. ونمر النسوان عم بجهز المنسف، وين بدنا نروح فيه للعشاء؟
ونحن كمان منسفنا جاهز من إسا للعشاء بخم إذا سمحت. عمي أنا شايف مش رح نتفق، عندي شور تقبلوا؟ تفضل. أنا بقول نأجر العزيمة إسا ونعمل اجتماع لوجوه الخربي واللي بيقولوا منقبل فيه. أنا قبله وأنا قبله. إسا خلينا نفوت لكان نسلم عليه وجوهر وتوفيق بيروحوا بذيعوا مشان الاجتماع. يه. عمي بنمر إذا بتسمح لنا يعني أنا وتوفيق نفوت نسلم على الزلمة ترى وصلنا لباب البيت. لا يا زلمة بدك سماح بيت بيتك. صياح الأستاذ صياح أبو قعقول، السيد ملحم بمالحة، السيد جميل بقعقول، السيد أكرم بمالحة، السيد سمعان بقعقول، السيد غطاس بمالحة، وفياض أبو قعقول. حطلي قدامه السيد خيي معليش. السيد فياض بقعقور والسيد رياض بمالحة. الاجتماع في الساحة لأمر هام وضروري، والتبليغ بناء على طلب كل من السادة عمي بو نمر وعمي بو نايف وتوفيق وجوهر. يلا خيي بدناش نقيق على أسامي، فيش فرق بيننا وبين قرايبينا بيت بقعقور. ما أنا بدي أرجع فيها مرة ثانية وأقلب لكم الأسامي. التبليغ بناء على أمر السادة السيد أبو نايف والسيد أبو نمر وجوهر وتوفيق. أنا خلطت الأسامي مع بعض مشان ما تبينش عائلي. يعطيك العافية خي عبودي، يا ريت تذعلنا عن النسوان لحتى يوقفوا شغل المناسف حتى إشعار آخر فصل منقوطة. حاضر. انتباه هام وعاجل وضروري إلى جميع نسوان بيت بقعقور توقيف المناسف حتى إشعار آخر. إلى نسوان بيت بقعقور توقيف المناسف حتى إشعار آخر. عبودي ونحن كمان لعنا نسوان بيت بمالحة كمان؟ إلى جميع نسوان بيت بمالحة توقيف المناسف حتى نهاية الهدنة. إلى نسوان بيت بمالحة توقيف المناسف. مين قال لك هدنة يا خي؟ حاطط الخشب البلاغ. خي بعرفش يعني أنا هيك طلعت معي مش قصدي. صحح صحح. خلص لح صح. على جميع نسوان بيت بمالحة توقيف المناسف حتى إشعار آخر. يلا هاي ريحوك من المنسف. ليش شو قالوا لك خايفه منه للمنسف يعني؟ بالعكس افش احلى من قعدات المنسف. بس ليش ما ذكروش اسم طارق؟ عدوا الكل ما عدا طارق. قالوا لك ولد تخمين شو بعرفني. والله يا نجية ما حدا بيخوف الايام قد الاولاد، بس نحنا راحت علينا. على قول تذاك الزلمي هرمنا هرمنا على الذل وقله الاحترام. الاولاد فيش معهم مزح يا نجية، اذا زعلوا بيخربوا الدنيا. يقي شو قصتك انت يا زلمي؟ اسا من كل هالثورات معلقش براسك غير هذا هرمنا هرمنا؟ والله يا نجية لانه هذا عم بترجم روحي، هذا عم يحكي بلساني. طيب انا رايح. بدك شي؟ لوين قعدي؟ بدك تتركيني لحالي؟ ما انا هون مثل قلتي ما انت قاعد قبال الثوره، شو فرقت يعني؟ حوله قعدي تفرجي عني، شو بدك احلى من هيك؟ خلص انت بتقول لي زبده الحديث بعدين، اصلا انا بتهمني النتيجه بالاخير بخاطرك. سليكي نجية اغلي لي مي وحطي لي اياهم بالترمس، مش مضطر اني اضيع وقتي رايح جاي على المطبخ مشان القهوه والشاي. سامعه نجية؟ ايه ها قل لي بدك من يخدمك انت؟ عامل لي حالك ما فكش بلاي ها؟ اوك لا قلنا من شلبنها شوي، اوك مش حلو ندج دج سبحان الله. أنظر في المرآة أسترق النظرات إلى وجوه ركاب التاكسي الذين يصعدون معي، كلهم عيونهم فيها حزن، فيهما ملل، فيهما ألم، فيهما فراغ. عيوني فقط فيها أمل، فيها سعادة وفيها فرح. إن فلوديا تحبني ولا تحب أحدا منهم. دخيل الذي بدعك ما أحلاك لك لك. تفضل خي جوهر قول شو بدك تقول. خي ابو نمر استنوا شوي بس، ملحم وجميل ما بينوش بعد. أني ما راقت على جميل وأني وجاي، قال بيعتذر منكم مش فاضي للاجتماعات بده يتابع الثورة. وعمي ملحم كمان متابع الثورة. والدكتور عاطف كمان وينه مش شايفه؟ الدكتور عاطف مشغول شوي مش فاضي اليوم. طب يلا يلا خلينا نبلش. ماشي يا عمي. يا قرايبينا مثل ما بتعرفوا نصار له 30 سنة بالغربة واليوم رجع
وضايف عند الاستاذ صياح، ومثل ما بتعرفوا ان كانوا بيت بمالحة ولا بيت بقعقور قرايبيننا بعروبتي اب يقبلوش بلا ما يقوموا بالواجب. لكان خي جوهر الجهتين اهل كرم. والجهتين وصلوا سوا من شان يعزموا لقدام بيت الاستاذ صياح، وصار خلاف بوجهات النظر مين بده يعزموا بالاول. بقى شو بتقولوا؟ شو بتقول استاذ صياح؟ انا بقول ما حداش يعزموا، تنعمل عزيمه جماعيه، يعني الجهتين بيعزموا سواها عزيمه كبيره، وبعدين كل بيت بيعزموا لحاله. والله عقلك بوسم الذهب يا سيد. خي اني فييش، اني فييش اترك العجال. يا خي انقبروا العجال على بعضهم البعض، اترك هالبقر يطلع يرعى لحاله لو هسه لحق للعجال. فييش ولو توفيق، شو اني بايدي القصه؟ ما عندي بقره معلم ولا اكرم، ولو اكرم بحياة بيك احكي له. والله يا عمي معه حق، معلمي تقول حاطط هالبقره بمدرسه خصوصي مش حاططها ترعى. اها وبعدين بتقول السايب بتعرف حالها انها مدعومه، وقت تطلع على الكروسه وشاف الشوفير جاي يصوبيها تهجم عليه. خلصنا فياض، خلصنا فهمنا. ماله جوهر؟ تحكي معي باحترام ها، تحكيش معي هيك. خي فياض انت كبير وقادر، انا بحترمك، مين قال لك بحترمكش؟ ولك شو بك يا زلمه انخوست؟ ما هو عم يحكي معك باحترام، بدهاش كل هالعصبية يعني بعد هيك ولا؟ وانت كمان توفيق تشبع شيك بايدك وانت طويل، تحكي معي باحترام انت الثاني. ولك خبرش لك شو صاير لكم باليومين؟ كله عم يطلب الاحترام، كأنه ما كانش حدا فطنان انه لازم العالم تحترمه. الحرمة بده جوزة يحترمه، الولد بده بيو يحترمه، الصغير بده الكبير يحترمه. انت كان بيناتنا هيك شغلات نحن. عمي هو مش غلط العلاقات تنبنى على الاحترام بين العالم. هيا اصبر. بس بيأثرش. خيب ونمر، انا عم فكر يعني طالما العزيمة باسم الخربي ليش ما بنوصلها للمصطبي ولعم الملاحف؟ والله انك صاحب واجب يا ابو نايف، لانه الجماعة الهم علينا دايما بيعزمونا ان كانوا اهل المصطبي وان كانوا اهل ام الملاحف. يا سلف ياني رميتها قلبي هيك دغري وافقت. الحكي العدل دغري بيتوافقها علي ان كان مزح وان كان جد. يا عبودي. نعم عمي ابو نمر. اسا بس تعدت من العين بتذيع عمليت حلقك، لانه الصوت بالليل بيودي، اذا زعت اسا بيسمعوش بام الملاحف والمصطبي وبيعرفوش انهم معزومين على الحفله بكره المساء. وسامعين الصوت عبودي مشان القرى الثانية تسمع، مش حلو يعني صارت وصارت، بداش حدا يعتب علينا. مليح مثل ما قال ونيف، وسامعين الصف وبتقول بالأول خبر عاجل ثلاث مرات وبتبلش. بارحة بالليل قبل ما نام بعدت لك سلام. عساس شهر يعني مع الحمام وطيور اليمام. القصة بالليل في طيور الحمام واليمام، شو هالحكي هذا؟ بالليل ما فيش غير البومي أو طير الليل. حلو حلو والله حلو. هاي الخربة صار فيها تكاسي. تكاسي هي التكسي عمي، فيش غيرها. وفي شغل يعني مش كثير لقوة شد ايدك، بس أنا بصف هوني مشان إذا في حدا مقطوع نزلوا على الشام. ما عرفتناش على حضرتك بلا زغرة. أنا طارق بومالحة. ابن مين؟ المرحوم فريد بومالحة. أنت ابن فريد بومالحة؟ لك الله يرحم ترابه لبيك، كان من أعز رفقاتي، محسوبك نصار بطاقين. يا حي الله يا ميت حي الله، الحمد لله على السلامة عمي. وحياتي عين عمك يا بيي، غير افتح لك بكرة أحلى مكتب تاكسي وتحط تحت إيدك أربع خمس شوفيرية. بتقصرش. شوف دق لعبودي خلي يذيع عن العزيمة بالميكروفون وقل له إسها مش بعد ما العالم تنام. حاضر عمي حاضر. أنت كيف مخزن رقمه لعبودي؟ الكزية بالعين ولا بالكاف كزية ولا عين؟ بالكاف 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 كاف كزية كزي كزي كزي. لك شو بك كزي؟ كزي كزي لقيته لقيته لسه لقيته. ألو مرحبا عبودي أفندي. لا مش عمك بو نمر، أنا مدير أعماله. لك إيش قلت واحد عزيز. خيك خيك توفيق، أنا بيسلم عليك عمي بو نمر وبيقول لك مشان تذيع عن العزيمة إسا مش تستنى تمنى العالم تنام. ماشي مع السلامة مع السلامة مع السلامة. أهلا وسهلا. تفضل عمي ضبه بشنتانك. قفلته. نامي نامي هالميكروفون، صار الواحد يعرف عن كل شيء هو قاعد ببيته. ياما
ما هي وسائل الإعلام شو عملت؟ وسائل الإعلام خلت العالم قرية صغيرة، يعني إسا إذا بيصير شيء بالبرازيل نضرب ساعتها. ياما نحنا مش عم نحكي إسا عن البرازيل، عم نحكي عن هون هيك ببلدنا. صحيح كنا نعرف شو بيصير بالبرازيل، بس إسا يا رضا الله بعد ما ركبونا هالميكروفون صرنا نعرف شو عم بيصير بضاعتنا، ونحنا قاعدين هيك ببيتنا مرنتخين. هذا أكثر منظر كنت أفقده هنيك يا ابني. هنيك فيش غير الصراخ والعياط والبنايات العالية. يعني عدم مؤاخذة ما كنتوش تطلعوا برات المدينة هيك على الغوطة مثلا؟ شو عم تحكي يا عبي؟ نحن منسافر لنشتغل مثل العبيد. أول 20 سنة لجمعنا قرشين من الشغل على مخدة. هنيك فيك شي تروح مشاوير، إذا بتمرض 10 أيام بزتوك بالشارع وبتموت مثل الكلب. يعني إسا مش ناوي ترجع لهنيك؟ شو بدي يرجعني يا عمي؟ أني ما صدقت على الله وصلت، وأني بالباخرة على فرنسا خفت تغرق وموت، وأني بالطيارة على الشام خفت توقع وموت، ما صدقتش على الله وصلت. بلاغ هام إلى أهالي الخربي والمصطبة وأم الملاحف وسامعين الصوت. يا أهالي الخربي والمصطبة وأم الملاحف ويا سامعين الصوت، يا أهالي الخربي والمصطبة وأم الملاحف ويا سامعين الصوت. بلاغ هام قال بقعقور وقال بمالحة، قال بمالحة وقال بقعقور يتشرفون بدعوتكم على العشاء المقام على شرف عودة ابن الخربي المغترب البار من أمريكا الأخ نصار أبو طقين أبو مدفع. قال أبو مالحة وقال أبو قعقور، قال بمالحة وقال بقعقور، كاتين سنة ما حلاش للناس القصة. طول بالك عمي نصار، هذا عبودي أخبط يمكن بالغلط. أبو مدفع. اطلع عمي اطلع. يا عمي خلصت. عمي طول. طيب عمي لوين بدك آخر؟ عشام الله يرضى عليك يا عمي، بكرة راجع على أول طيارة على أمريكا. يا عمي مش محرز القصة، طول بالك. يا خي أنا مش سعلان من حدا، أني خايف تنعاد القصة من أول وجديد. مش هي الله يرضى عليك. بل تقولوا فياض أجحش واحد، لسه بين معكم مين أجحش واحد. خلاص يا زلمي قال قليل، يعني إذا شميت بحكيش لحدا. لا خلاص نعاد، ليش فيش غير حمار واحد بالبلد؟ نحن مجرمين؟ نحن فيش عنا ضمير؟ الله لا يوفقك يا عبودي الكذيب، لين طلعنا بين مفاجأة. وكذا بيقول بمدفع الساعة سيرة الجحشان يتفاضل استلموا هالزبون. آخ اللي قاهرني يا عمي، أني ما عملتش طرابيزة زهزقت، مدري مين اتطلع فيي، فكروا العالم إنه أني، بس الحقيقة مش أني. مدري مين دفش الطرابيزة، بجوز نعمان الله لا يوفقه، تجيش منه غير المصايب. الله يرحمه عمي الله يرحمه، أبتجزش عليه غير الرحمة. الله يرحمه، ما هو مثل القرد فيه الشيء. شو عم تحكي انت عمي نعمان؟ طيب طيب فيه الشيء، ليش بتعرفوش؟ لا منعرفش، نحن وصلنا خبره انه ميت. عدم المؤاخذة، عمك نعمان واحد نصاب بيتدين مصاري وبيطلع إشاعة انه ميت وبيروح على غير ولاي وبيعيش هني. اها الله يبشرك بالخير، اسا بس ارجع بدي خبره لجدي بكيف، لانه هو الوحيد اللي زعلان عليه لعمي نعمان. الي طلب عندك يا عمي. تفضل عمي. اني ما عش الي رجع على البلد، واذا متت يا عمي وبدهم يذيقوا علي بالميكروفون يقولوش هذيك الكلمه، يقولوا نصار بطاقين، واللي بده يترحم يترحم واللي بدوش ما يترحم. بعيد الشر عنك عمي. كلنا بدنا نموت يا عمي، توعدني؟ بوعدك. اخ لو متذكر وقت هميل اللي اطلع فيي لا ارجع هسه وقتله. امتى عمي؟ وقت الترابيزه زهزقت. شو صار لنا ساعه عم نحكي؟ شو اللي صار هسه منك غيرت رايك؟ ياما أنا قلت لحالي شغلة شهر زمان شهرين زمان العالم بتكون نسيت، أنا بروح بجيب ليزا وتوفيق وهلزمك ساركوزي. من هو؟ حفيدك ياما حفيدك، لزمك ساركوزي آخر العنقود، وبرجع بعيش هون أنا وعيلتي.
يعني شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟ نصار بوتقين 30 سنة غاب، ما حدا نسي، وشغلته بتطلعش نقطة ببحر شغلتي. بعد هالعمل اللي عملها جدي معي، كل العالم بدها تظل تقول كل العمر هذا هو دكتور الحمير. لا، بسافر بريحكن وبرتاح. بقصد الحمير مدرك لقط. روح على المصطبي. يا جماعة معني إذا قلت نصار أبو تقين ما حداش رح يعرفه، كان لازم قول بمدفع. لا تعرفوا أنتم من نصار أبو تقين، عمره ما حدا يعرف. ما درجعوا للانتخابات إحنا يا زلمي، هي عزيمة، اللي بده يجي أهلا وسهلا، بدهش بحافة. أصلا مش ضروري حدا يعرف عشرف مين العزيز، بيتقال المغترب الكبير وخلاص. يا جماعة خلينا نروح نطيب خاطره للزلمي، إسا بيكون متضايق كثير، إن شاء الله ما يكونش سمع. هو عندك بالبيت إسا؟ لا هو طلع يتدرج بس وين مش عارف. أصبح شرفه مستناه عند الأستاذ صياح. يا حي الله يا هو الحق عمي، مش بس على عبودي، الحق على اللي بلش يحكي بهالشغله من اول شيء. شو خربت الدنيا يعني اذا نصار غلط؟ يعني نحن مجتمع بيعرف شي سامح. يا خيي كمان ما خربتش الدنيا، اذا قالوا بمدفع ما هو بمدفع. شو جريمه يعني؟ شو اللي صار؟ كيف شو صار عمي؟ كيف شو صار؟ يعني عدم المؤاخذه، انتوا كبار القدر، انت ولا عمي بنايف ولا جوهر ولا توفيق، تقبلوا اي حدا يقول عن اي واحد فيكم بمدفع؟ حطوا حالكم محله للزلمي. استاذ صياح نحن بنحترمك، مش جاي لعندك مشان تهيننا. انت كبير القدر عمي بنايف، مش هيك القصد؟ خلص اسا يا جماعه خلص، ان شاء الله يكون بعيد عن الخربة وما سمعش الميكروفون. واني بوعدكم انه ما تطلعش كلمه بمدفع من حلقي، واذا طلعت بدي احلق شواربي منيحه. واني مثلك خي ابو نمر، واذا واحد ببيت بمالها قال الكلمة انا بتبرى منه ليوم الدين. عمي من الاول كان لازم هيك. مسيكم بخير. مسيكم بخير. اهلا وسهلا خي طارق، تفضل. شكرا، تعبان شوي والله، بس حطيت السيارة، قالوا لي انكم عم تستنوا نصار ابو تقين، قلت لاجي اخبركم. خالي انت بتعرف وينه؟ ايه خالي، انا لسه وصلته على الشام، قال بكره راجع على امريكا على اول طيارة. يا خيي ما عرفتش وين راح، بلكي بنروح بنلحق وبنحكي معه. ما كانش خليني اعرف، نزلته بالطريق وقال لي انت تسهل ارجع على البلد، وقال مشان اغراضه اللي عندك الله يسامحك فيهم. يلا يا شباب يلا، فيش فايدة من القاعدة يا ابو نمر. لكن خايفين من نصار يا جماعة، يلا. تفضل. جدي؟ اه. بس انا ما حبيتش احكي جوا، ما لقيتهاش ملايمة. ايدك على البشارة. بشارة شو؟ ايدك على البشارة بالاول. يا زلمة رح ناكلها عليك نحن. خلص شكع بياض، بشارة شو؟ جدي نعمان طلع عايش. كيف؟ مثل ما بقول لك، حي يرزق. شو الحكي؟ بعت لك رسالة نعمان ولا شفته بالمنام حي يرزق؟ شو الحكي اللي عم تحكيه انت؟ اسه نصار بطقين قال لي، قال لي انه مثل حصان فوق شيء، بس فيش معه اجر الطياره يرجع. شو هالحكي هذا؟ امتى اخر مره شافه؟ بلكي مش شايفه من زمان. لا لا، قبل ما يجي بيومين. والله اذا الحكي صحيح لازم نعمل له لمه ونبعث وراه، ابي سواش اتركه هيك مقطوع بالغربه. خلص يا جوهر، انا عم بقول لك مات نعمان يا زلمه. يا جدي كيف مات؟ الزلمه شافه بعيونه. مش هو، انا عم بقول لك مش هو. بتصدقني ولا بتصدق بطقاي؟